مساء الخير. ضيفة وعلامات استفهام لهذه الليلة الدكتورة وين شين أويان، طبعا وكما يوحي هذا الاسم هي من الصين ومن الصين الوطنية من تايوان. هي أستاذة الأدب العربي في جامعة لندن. لا نتكلم عن الصين وعن السياسة، لكن سنتكلم عن اللغة العربية. طبعا حضرتك أستاذة الأدب العربي في جامعة لندن، كلية الدراسات الشرقية المعروفة بساوس هنا في بريطانيا. دكتورة أويان، أول سؤال لأي مشاهد: كيف وصلت فتاة من هذه المنطقة من الصين الوطنية من تايوان إلى أن تدرس اللغة العربية؟ لا تتكلم فقط اللغة العربية، تدرس اللغة العربية، علما أنه أي شخص يتعرض لظروف تسمح له بأن يكون في هذه المنطقة أو ذات لا يلم ولا يعشق هذه اللغة. أي سر؟ سأبدأ بقصة عن حياتي وبعد ذلك سأتحدث كثيرا عن علاقتي باللغة العربية والأدب العربي وبالثقافة العربية بصفة عامة. فأنا هاجرت مع أهلي من تايبي عاصمة تايوان إلى طرابلس إلى ليبيا، عاصمة ليبيا، عندما كنت في الرابعة من عمري، وسكنت هناك 18 عاما ودرست هناك في المدارس العربية طول عمري. فيمكن أن نقول من خلال دراستي بالمدارس الليبية ومن خلال علاقتي بالليبيين بصفة عامة تعلقت باللغة العربية وبالثقافة العربية بصفة عامة. وعندما كنت في الجامعة درسني أستاذ فلسطيني الأصل وخريج جامعة دمشق بتهيألي كلية الأداب واللغة العربية والدراسات الإسلامية والعربية أيضا. فقال لي عندما قابلته لأول مرة في حياتي وفي حياته بطبيعة الحال، سألني: هل تعرفين اللغة الصينية؟ قلت له: نعم أعرف اللغة الصينية. فقال لي: إذن وظيفتك في المستقبل، أن تبني العلاقات أو الجسور الثقافية بين العرب والصين. فأخذت هذه الأطروحة بشكل جدي، فأصبحت أبحث عن الطرق حتى أستطيع بها أن أبني الجسور الثقافية بين العرب والشعب الصيني. قد يكون هناك غرابة لبعض العرب أن يروا وجها صينية تكلم العربية، مثل غرابة أن يروا وجها فرنسيا أيضا، لكن أليس هناك غرابة أكثر من الصينيين عندما يسمعونك تتكلمين العربية وأنت اختصاصية في هذه اللغة؟ هل هذا أمر نادر في الصين؟ أعتقد ذلك، مع أني أعرف أن هناك عدد من الباحثين الصينيين يتقنون اللغة العربية ويدرسون اللغة العربية في الجامعات الصينية في الصين، في بيجي مثلا، وفي هناك جامعة في تايبي، جامعة تنزي يونيفرسيتي، وفيها قسم لغة عربية تدرس فيها اللغة العربية والثقافة العربية أيضا. ولكن أعتقد، لا أعرف بالضبط، أعتقد أني الوحيدة يعني عربية اللسان وعربية الثقافة بشكل متعمق. يعني قرارك بأن تتوجهي، طبعا عندما تكوني طفلة وتذهبين إلى المدارس بشكل طبيعي مثلك مثل أي مواطن أو مواطنة ليبية، قرارك أن تذهبين إلى اللغة العربية نحو الدراسات العليا والاختصاص، وهو قرار لم يأخذه زميلك الليبي، عائد إلى ماذا؟ هناك عوامل عدة. أولا، كان لي خيار أن أدرس اللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو العربية، واخترت العربية لأني لم أجد فائدة من دراسة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية في ليبيا، فأنا في دولة عربية كان من الأحسن أن أدرس اللغة العربية من أصلها، يعني من عند أهلها. وبعد ذلك كان الأهل يشجعون، كان هناك نعم هناك تشجيع، فالوالد وضعني في مدرسة عربية، لم يضعني في مدرسة إنجليزية أو مدرسة دولية، وكانت هناك خيارات كثيرة. يعني ممكن أن غريب، لماذا يعني الوالد عادة يذهب؟ لا أذكر بالضبط، كنت صغيرة جدا. أذكر أنه قال مرة: أنت في ليبيا واللغات الأجنبية مفيدة،
فهنا دولة عربية يجب أن نتعلم لغتهم، لغة أهل هذه الدولة. يمكن هذا كان، هذا كان رأيه. حتى عندما كبرت قليلا لم تتمردي وطلبت أن تذهبي إلى مدارس إنجليزية أو فرنسية؟ لا لا، يعني عشرة الليبيين كانت حلوة كثير، فكان لدي صديقات ليبيات وكنت متمسكة بهم، فقررت أن أدرس يعني معهم في المدارس الإعدادية والثانوية وبعد ذلك الجامعة. ولكن بعد الجامعة، لكن شاهدت مرحلة الانتقال من الملكية إلى، نعم نعم، شاهدت هذه المرحلة؟ نعم، كنت شاهدة؟ كنت شاهدة، كنت صغيرة. شاهدت ثورة 69 الفاتح، ثورة الفاتح، وكنت وشاهدت أيضا زيارة جمال عبد الناصر لليبيا. فكانت هناك مظاهرات شملت كل الشوارع في ليبيا وكل المدن، وكان هناك حرارة في اللقاء بجمال عبد الناصر. وهذا لم يؤثر على وضعك التعليمي ووضعك في المدارس؟ لا لا لا، لا، لا. الليبيين كرامة من هذه الناحية. بعد ذلك انتقالك إلى التخصص، حتى ذهبت إلى الولايات المتحدة هذه المرة، أولا خيار الولايات المتحدة أيضا من نعم، لماذا الولايات المتحدة؟ بالنسبة لتايوانيين الحصول على التأشيرة الأمريكية كانت أسهل بسبب العلاقات التايوانية الأمريكية، وأيضا سمعة الجامعات الأمريكية يعني مغرية، ليس كذلك؟ وكنت أبحث عن وسيلة للمزج بين الدراسات العربية والدراسات الصينية، فلم تكن هذه البدائل موجودة في الجامعات العربية أو في الجامعات الصينية. فمثلا لا أعتقد هناك إمكانية لجمع بين اللغتين والثقافتين في ليبيا أو في جامعات عربية أو في تايوان. يعني لم يكن من يتقن العربية والصينية في نفس الوقت. فالجامعة كان أفضل في الولايات المتحدة، كانت جامعة اللغات، كنت أتخيل ذلك. ولكن عندما وصلت إلى جامعة كولومبيا بنيويورك، طبعا استشرت الأساتذة الموجودين في قسم الشرق الأوسط، قسم الشرق الأقصى، الأقصى أو الأدنى، الأقصى تكلم عن آسيا، في آسيا الذين يدرسون مثلا اللغات الصيني، اللغة الصينية والأدب الصيني. استشرتهم في الموضوع وقيل لي ليس هناك من يشرف على مشروع من هذا النوع، فمن الأفضل أن أي مشروع كان؟ أدب مقارن بين الأدب الصيني والأدب العربي مثلا، فمن الأفضل أن أكتب أطروحة إما في الأدب العربي أو في إما الأدب الصيني. وبعد التخرج وعندما أحصل على وظيفة في جامعة أو في مؤسسة أكاديمية يمكنني أن أبدأ في مشاريع من هذا النوع. أن تكوني بعد فيرجينيا، طبعا أريد أن أتصور معك أن حتى الآن تتكلمين العربية الفصحى، لكن عندما تكلمنا سواء تتكلمين اللهجات، وغريب هذه اللهجات، ولا يستطيع أي يعني أي شخص أن يعتبرك بالإمكان أن تكوني لبنانية فلسطينية ليبية. هذه الجمع، هذه موهبة عربية، لكن هذه موهبة يعني عندك حاجة دائما إلى أن تسيطري على اللهجات؟ لا لا، يعني بلتقطها عفويا يعني يعني لا أفكر فيها، بس مع الاختلاط مثلا عندما أتحدث إليك قد يعني بعد نص ساعة يمكن ألتقط لهجتك وأصبح أتحدث باللهجة السورية مثلا أو اللبنانية، أنت لبناني، لا أعرف يعني بالاختلاط. لكن بالفصحى يعني لا أعرف بالضبط، يعني يمكن ألتقط شفويا، لا أعرف. طيب، حضرتك أستاذة الأدب العربي في جامعة لندن في ساوس، يعني إلقاء المحاضرات وكل ذلك يتم باللغة الإنجليزية، تناول النصوص الأصلية باللغة العربية. من هو جمهورك؟ من هو الطالب البريطاني والطالب العربي؟ وهل هناك فرق عندما تتناولين محاضرة أو درسا للطالب العربي أو الطالب البريطاني؟ على هناك مستويات عديدة في
توصيل الأفكار إلى الطلاب. فلدينا مثلا في صف واحد مثلا طلاب من خلفيات مختلفة، من خلفيات ثقافية ولغوية مختلفة. هناك طالب بريطاني، وهناك طالب أمريكاني، وهناك طالب أوروبي من أوروبا الشرقية مثلا، هناك طالب ياباني أو كوري أو صيني، وهناك طالب من أصل عربي أو من أصل إسلامي، وهناك طالب عربي. ففي على مستوى الصف مثلا ليس هناك فرق، ندرس النص باللغة العربية، نشرح ونفسر باللغة الإنجليزية، ونستعمل مظاريات أدبية غربية بصفة عامة، ونستعمل أساليب بحث مختلفة. أنا أستعمل أساليب بحث عربية وغربية، ولكن على مستوى الإشراف لأطروحات الدكتوراه هناك فرق. فالطالب الإنجليزي أو الغربي يأتي مجهزاً بأساليب النقد ومناهج البحث، لكنه قد يكون غير متمكن من اللغة العربية. ففي هذه الحالة نوجهه إلى الاهتمام بقراءة النصوص بشكل معمق أكثر. لكن بالنسبة للطالب العربي الذي يأتي غير مجهز بأساليب البحث مثلا، ولكنه متقن اللغة العربية، نوجه انتباهه إلى مثلا إلى أهمية البحث في أساليب الفكر وأساليب التحليل، وهذا يضفي الضوء على قراءته للنصوص العربية. فمن المحبب أنه يتخرج برؤية جديدة للنصوص العربية وللتراث العربي بصفة عامة. هل بشكل عام وكأنك تلمحين أنه الطالب الغربي عندما يتخرج وينهي بحثه هو متمكن علميا أكثر من الطالب العربي، لكنه غير متمكن لغويا؟ بهذا المعنى أنت حضرتك كأستاذة تعتبرين أن المهمة أفضل عندما يكون العلم هو الغالب على اللغة؟ لا، يجب أن يكون هناك تمكن من اللغة ومن العلم من أساليب البحث في نفس الوقت. وإذا تمكن مثلا باحث من اللغة ومن أساليب البحث سيكون باحثا من المستوى الجيد، أليس كذلك؟ لأنه له إمكانية لطرح أسئلة جديدة. فلدي مخاوف في مثلا في المؤسسات الأكاديمية البريطانية مثلا، وهذه المخاوف تتعلق بتدريس اللغة العربية. فنحن لدينا في القسم تركيز على إتقان اللغة العربية، وبدون هذا الإتقان لا يتمكن الباحث من التصرف في المادة التي يعمل بها. فأنا ألاحظ مثلا هناك في معظم الأحوال نوع من الإرخاء في تدريس اللغة العربية، وهذا يعني يثير القلق. هذا عند العرب؟ لا، في المؤسسات الأجنبية. بالنسبة للطلاب العرب الذين يدرسون مثلا يأتون إلى المؤسسات الغربية للحصول على درجة الدكتوراه، يأتون مجهزين باللغة وبالمعرفة التراث بشكل معين، وهذا مش عيب. يعني هذا كتير مهم لأنه هذا بيساعد. بس من مخاوفي أنهم يأتون إلى الجامعات الأوروبية للتعليم، لكنهم يرجعون بدون أن يتعلموا كثيرا. فهناك غريب هذه النظرية، أنه يعود بدون أن يتعلم كثيرا. لا، بيظلوا شو اللي بيصير؟